معانا برضو الأستاذ محمود فضل، ممثل الجالية المصرية في سويسرا. أستاذ محمود، صباح الفل على حضرتك. أنا صباح الخير يا فندم. أستاذ محمود، أخذ من حضرتك بقى صورة للمصريين في سويسرا والانتخابات، والجالية المصرية هناك بتعمل إيه؟ الحقيقة امبارح كان عندنا يعني عرس جميل، وكان في إقبال غير متوقع بهذا الشكل، خصوصا إن احنا في سويسرا الجمعة كان يوم عمل. إنما رغم ذلك حقيقة ناس جت من كل مكان، من زيورخ، من جنيف، ومن كل مكان في سويسرا. كان شيء ممتاز جدا 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 حقيقة. كان في إقبال يا فندم وأعداد كبيرة؟ نعم، كان في شيء ممتاز جدا حقيقة، غير متوقع. النهارده طبعا الأعداد هتكون أكتر، إن شاء وبكرة الله. على اعتبار إن النهارده إجازة في سويسرا يعني. كل شيء كان منظم حقيقة. السفارة في بيرن، بعد سفير والإخوة هناك، كل شيء كان منظم جدا، وساعدوا الجميع، وكل شيء كان بيتم بيسر يعني، في الحمد أي لله. مشكلات واجهت الناخبين في التصويت أو حاجة يا فندم؟ إطلاقا 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 كل شيء كان ممتاز، وإن شاء الله النهارده كل شيء برضه يتم على ما يرام إن بإذن شاء الله، ونتابع مع حضرتك ونشوف الصورة بيكم أجمل وأجمل. أنا بشكر حضرتك الأستاذ محمود فضل، ممثل الجالية المصرية في سويسرا، وبنشوف مع حضراتكم